خلوني أرحب بالدكتور محمد عثمان عوض الله، الأستاذ الجامعي السوداني والمحلل السياسي. دكتور محمد عثمان، أهلا بك. مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك دكتور. بما أننا بنتكلم عن الدور الإماراتي في دعم ميليشيا الدعم السريع، ماذا تريد الإمارات من السودان؟ الإمارات إن كانت لها مصالح اقتصادية في السودان فالسودان لم يكن يمانع بذلك، بالعكس السودان له قوانين تشجع على الاستثمار. السودان يعترف بتبادل المصالح الشرعية بين الدول، لكن الإمارات هي دولة وظيفية، هي مجبرة على أداء هذا الدور القذر، ليس في السودان وحده ولكن تحديدا في السودان، هي مجبرة لتمزيق السودان كدولة وكجغرافيا وتفتيت شعبه باعتباره أحد دول الممانعة أو باعتباره أحد الدول التي يمكن أن يكون لها رأي استقلالية أو أحد الدول التي أيضا لها إمكانات اقتصادية تستطيع أن تتقوى بها من الداخل وتستعين بإمكاناتها حتى يكون لها استقلالية. دكتور محمد، لصالح مين؟ لصالح المحاضرة التي ألقاها وزير المخابرات الإسرائيلي عام 2008، قال نحن نحتاج إلى سودان ممزق وسودان مفتت، وسوف نعمل على تقسيمه إلى 8 دول. إذن الإمارات تقوم بهذا الدور إنابة عن إسرائيل ولصالح إسرائيل، وتجد في ذلك حماية من بريطانيا وحماية من أمريكا في مجلس الأمن الدولي، خاصة وظهرت هذه الحماية حينما قدم السودان شكواه الرصينة المدعمة بكل الأدلة وبصور من الأقمار الصناعية وبأرقام الآليات العسكرية الأماراتية وأيضا أرقام الرحلات الطائرات الرحلات الجوية التي نقلت بها السلاح إلى تشاد ومن تشاد إلى السودان. إذا تقوم بهذا الدور لصالح إسرائيل. نعم دكتور، في الآونة الأخيرة استطاع الجيش السوداني تحقيق العديد من الانتصارات، دخل إلى أماكن لم يكن يسيطر عليها في الخرطوم، أمن المواطن السوداني، بدأ يشعر المواطن أن الجيش قادر على حماية الدولة واستعادة زمام المبادرة مرة أخرى. وهنا نسأل، ما الذي حدث؟ ما الذي غير المشهد على الأرض؟ هل كما يقال أن هناك دعم مصري قطري تركي للجيش السوداني، أم أن هناك إرادة دولية لأن تهدأ الأمور في السودان على الأقل الآن؟ حقيقة إلحاقا للسؤال السابق، الآن هنالك انتقلت المواجهة بين السودان والأمارات إلى مواجهة ذات طبيعة مختلفة، مواجهة مباشرة. بعد أن كانت الأمارات هي دولة وظيفية كانت تؤدي هذه الوظائف أيضا وتتخفى خلف ميليشيا الدعم السريع، إلا الآن أن الأمارات ظهرت مباشرة. الآن المواجهة مباشرة، ليس عن طريق وسيط، ليس عن طريق الميليشيا فقط. الملاحظة الثانية أن المواجهة بين السودان والأمارات الآن صارت شاملة، لم يعد محورها مساحة السودان فقط أو داخل مساحة السودان فقط، ولكن الآن تدور هذه المواجهة على أروقة مجلس الأمن الدولي كما وضحتم الشكوى التي قدمها السودان. وأيضا هنالك تجاذبات حدثت في جنيف، كانت تريد أمريكا أن تقحم الأمارات أيضا في مفاوضات جنيف، وداخل الكونغرس الأمريكي كان هنالك عدد كبير جدا من نواب الكونغرس الأمريكي الذين تداولوا في قضية المواجهة بين السودان والأمارات والأدوار القذرة التي تقوم بها. إذن الآن هذه المواجهات مباشرة وشاملة. أيضا الأمارات تتحدث، أصدرت بيان واضح بوضوح شديد أن الهلال الأحمر الأماراتي أقام مستشفى في تشاد لمعالجة كل المعاقين الذين يحتاجون إلى الإعاقة بدون تمييز،
هذا بيانهم قالوه واعترفوا به بصراحة. هذه العبارة تعني أنهم يقومون بمعالجة جرحى وميليشيا الدعم السريع وجنودها. إذا أيضا تشمل فيما تشمل كما ذكرت لك مطار أم جرس نعم. ولكن دكتور يعني كل هذا يؤخذ به في الاعتبار وكل هذا مؤثر، ولكن التأثير الأقوى والأهم على الأرض، من يملك الأرض ويحكم الشعب يستطيع أن يكون له صوت أعلى. الآن الجيش السوداني ينتشر، الجيش السوداني ينتصر، الجيش السوداني يدحر ميليشيا الدعم السريع. ما الذي جد، ما الذي حدث وبناء عليه استطاع الجيش السوداني أن يفرض النفوذ بهذا الشكل؟ الجيش السوداني الآن قام بشيء واسع كبير لم يكن يقم به في خلال العام السابق. السبب أن هذه الحرب هي حرب مدن، حرب على الأحياء السكنية وحرب على منازل المواطنين. لم يكن الجيش السوداني أبدا يريد أن يخوض هذه الحرب، لأن هذه أيضا هي ليست حرب ضد منشآت عسكرية وليست حرب ضد الجيش نفسه، وإنما كانت هي جرائم بالقانون الدولي تقوم بها ميليشيا الدعم السريع باحتلال منازل المواطنين وتحويل الأعيان السكنية والمدنية إلى منصات عسكرية. الجيش السوداني خلال العام السابق خاض تجارب في أم درمان لتحرير مباني الإذاعة والتلفزيون ولربط أيضا حاميتين عسكريتين من وادي سيدنا في كرري إلى سلاح المهندسين في عمق أم درمان، وخاض هذه الحرب من خلال عدد كبير من الأحياء السكنية. إذا تدرب الجيش السوداني، وثم أن الجيش السوداني مكث لأكثر من عدد من الأشهر يعد العدة للذي أنت سألت عنه الآن، العدة في العتاد، الجنود المشاة، وفي الطائرات المسيرة، وفي الطائرات الجوية والأسلحة الثقيلة، وأيضا الخطط العسكرية التي تتنبأ وتعد العدة لما تتطلبه الحرب على المدن. الآن الذي صار هو حرب على المدن، يريد الجيش السوداني مضطرا أن يحرر الأحياء السكنية في بحري وفي داخل الخرطوم، محافظة الخرطوم، يريد تحرير هذه الأحياء السكنية من ميليشيا الدعم السريع التي ترتكب فيها الجرائم. وهنالك أخي الكريم مفتاح يعني والبوابة التي يتكئ عليها الجيش السوداني ويأخذ منها قوته الحقيقية، هو جبهة داخلية قوية جدا وصلبة جدا ومتحدة اتحادا لم تشهد له مثيل في السابق، اتحاد في الرؤية. الآن الرؤية السياسية والرؤية المجتمعية كلها متحدة خلف ثلاثة أهداف محددة، وهي القضاء على هذه الميليشيا وعدم التعامل معها أبدا سياسيا، ثم تقديم العملاء الذين يدعمونها أيضا إلى المحاكمات، وقضية تحرير منازل المواطنين هي على رأس أولويات هذه الرؤية. إذا اتحد الجيش السوداني، اتحد الشعب السوداني، كل فئات الشعب السوداني من طوائفه المختلفة فكريا وجهويا ومهنيا، كل هذه الطاقات استجمعت تحت راية الجيش السوداني وقدمت حقيقة تحت مؤسسات الدولة، لكنها قدمت الجيش السوداني في صدارة ذلك، لأنه الجيش الذي الآن هو القوة المنوط بها احتكار السلاح والقوة المنوط بها خوض الحرب للتأمين ولتحرير طبعا مفهوم الجيش السوداني يقوم بدور في حماية مقدرات الوطن وأمن وسلامة المواطن. دكتور ذكرت أن في الفترة الماضية تدرب الجيش السوداني على حرب المدن واستعد بالعتاد، ربما يكون من مصر، من تركيا، من قطر، أو من أي مكان، فهو جيش الدولة. هل تعتقد أن الجيش امتلك الآن ناصية الأمور ولديه القدرة على تطهير السودان، على امتلاك الأرض السودانية، كل الأرض السودانية بما فيها طبعا دارفور، وتعرف حساسية الإقليم في دارفور تحديدا؟ هل هذه الانتصارات ستمتد لتشمل كل الأرض السودانية حتى تكون السودان تحت قيادة واحدة وسلطة واحدة؟
حقق الحكومة السودانية والشعب السوداني والجيش السوداني انتصارات في عدة جبهات، على مستوى السياسي أيضا حقق انتصارات. وحدة الجبهة الداخلية هذه من أصعب الأشياء التي يمكن أن تحدث في أي دولة ما، ليست السودان فقط، ولكن التحديات والجرائم التي ارتكبت وحدت الوجدان السوداني بالفطرة السليمة، بالقانون الدولي، بمحاربة الجريمة، كل هذا أكبر انتصار، وهو أحد الأجوبة التي أجبت. جيد، ولكن يعني قصدت الانتصارات العسكرية وبسط السيادة على الأرض. ماشي معك، ماشي معك، هذا لن يتحقق إلا بمقومات، ومن أكبر هذه المقومات هذه الجبهة القوية كما ذكرت لك، وأيضا الانتصارات السياسية والانتصار على المستوى الإعلامي، الانتصار الأخلاقي الذي يوضح أن الجيش السوداني هو يمثل الحقيقة، يمثل رغبة وطموح ورؤية الناس، كل ذلك أعطى الجيش السوداني قوة ودفعة. لم يكن يحقق الانتصار العسكري على الأرض إلا بهذه المقومات. فيما يتعلق بالانتصار على الأرض، هذه الحرب ليست عسكرية، لا تدور على ساحات عسكرية، منازل المواطنين ليست أهداف عسكرية حتى تسألني عن الانتصارات العسكرية، هذه مكافحة الجريمة. الآن الجيش يقود يعني حملة عسكرية وحملة منظمة لمحاربة الجريمة، لتطهير الأحياء السكنية، لتحرير منازل المواطنين، ومن هنا أيضا يأتي التعقيد. أحد أهم هذه التعقيدات هو التوصيف الخاطئ لهذه الحرب، وتصور وكأنها قوتين عسكريتين تنتصر إحداهما على الأخرى، من هي أقوى ومن هي أضعف؟ هذا التوصيف أبعد ما يكون عن الحقيقة. الحقيقة أن هذا الجيش النظامي يواجه ميليشيا بربرية لا تتقيد بالقوانين الدولية، ولا تتقيد بأعراف ولا بدين. أما الجيش السوداني هو مهني، يريد المحافظة على البنية التحتية، يريد المحافظة على جنوده أيضا وعلى أرواح المواطنين، يريد المحافظة على مقدرات الوطن ثم تحريرها أيضا، كما له تجربة ذكرت لك، حرر مباني الإذاعة والتلفزيون دون أن تنخدش أو تتضرر بضغط. ده يوديني لسؤالي الأخير دكتور محمد، ماذا عن ورقة التقسيم، أو يعني أن تسيطر هذه الميليشيا في نهاية الأمر مثلا على إقليم، وتعرف حساسية إقليم دارفور، وخاصة أن حميتي له سطوة في دارفور، هل هذه الورقة مطروحة؟ هل من الممكن أن نذهب إلى فصل دارفور عن الدولة السودانية؟ وهل الجيش جاهز لهذه الأمور ويستطيع إخضاع الأرض السودانية، كل الأرض السودانية، لسلطة واحدة وهي السلطة السودانية الواحدة؟ طبعا حينما ينظر الإعلام الخارجي للرؤية الكلية ويريد أن يسأل مثل سؤالك هذا عن النتيجة النهائية، هذا أيضا يعني عليه يعني يستوجب ضغط داخلي، لأن الشعب السوداني الآن هو يخوض تفاصيل التفاصيل. كما ذكرت لك، هنالك معوقات كبيرة جدا في طبيعة حرب المدن، في تحرير الأحياء السكنية، خاصة أن الحرب هذه الآن، المنازل التي أقول لك هي بنايات عالية، يعني بعضها أبراج، هنالك أحياء سكنية توجد فيها أبراج، وتوجد شركات ضخمة جدا ومؤسسات حساسة جدا مثل البنوك ومثل شركات البترول وشركات الاتصالات، كل هذه أبراج ضخمة تتواجد فيها الميليشيا الآن، ومراد والمنوط من الجيش السوداني أن يحرروا هذه، وتوجد فيها المرتزقة، ويوجد فيها القناصة حيث القنص، كل هذه المعوقات، لذلك المهددات كبيرة. الآن التحرير رويدا رويدا، حي سكني أو مباني عالية بعد المباني العالية، حي بعد حي. نحن الآن غرقانون حتى الثمان في هذه التفاصيل، وبعد أن تكتمل الآن الرؤية أمامنا، الهدف الأول الآن أمامنا هو تحرير العاصمة القومية، ثم بعدها يأتي الهدف الآخر وهو تحرير الولاية الأكثر أهمية بسبب ثقلها الاقتصادي، وهي ولاية الجزيرة ومدينة ودمدني. سوف تنحصر الحرب لاحقا في إقليم دارفور الذي أنت سألت عنه، هنالك مقومات تمنع انقسام إقليم دارفور عن السودان، ومنها أن نمرة واحد، أن هنالك أكبر الحركات المسلحة التي كانت يعني مسلحة سابقا، الآن اندمجت مع الجيش السوداني من داخل دارفور نفسها،
وهي لا تريد التقسيم ولا تعترف بالتقسيم، وهؤلاء أبناء دارفور أنفسهم وقبائل دارفور وحركات المسلحة السابقة هي الآن مندمجة مع الجيش السوداني، هي الآن رأس الرمح أيضا في هذه المعركة، خاصة في الدفاع عن الفاشل. وإذا أخذت الفاشل كنموذج تستطيع أن تطمئن أنه لن تنقسم. ثم أيضا هنالك القبائل الأخرى التي سرق الجيش الدعم السريع اسمها واستدرج أبنائها وأغراهم بالمسروقات وبالمال، هذه القبائل أيضا انبرى منها قيادات كبيرة وأسمت نفسها تنسيقيات قبائل دارفور التي يعني سرق الدعم السريع اسمها، وأعلن تبرؤها من الدعم السريع وخاطبت أبنائها بالعودة إلى الرجوع إلى حضن الوطن. هنالك كثير من المقومات والمبشرات الممسكات التي تطمئن أن دارفور لن تنقسم، أن الشعب السوداني بجميع طوائفه كما ذكرت لك متقوي ومتحد خلف رؤية واحدة، وحدة التراب، وحدة المصير. وهذا ما نتمناه دكتور محمد. أشكرك دكتور محمد عثمان عوض الله الأستاذ الجميع والمحلل السياسي السوداني، كل التمنيات لشعبنا السوداني ولأهلنا السلام والأمان، وأن تعود السودان واحدة ويعود السلام لكل بيوت السودان. تحياتي دكتور، أشكرك على وجودك معنا.